الثاني الاستاذ حسين شعبان مدير اداره المدرسه يلاحظ حروف الكرام. فليتفضل سيادتك. بسم الله الرحمن الرحيم. انه ليوم مشهور في تاريخ الملك الكامل وفي جمهوريه مصر العربيه كلها ان تجتمع هذه الكوكبه الممتازه من الساده الضيوف للاحتفال بيوم العفه والكرامه، يوم السادس من اكتوبر العاشر من رمضان، يوم استرداد العزه والكرامه المصريه من العدو الصهيوني، يوم يشهد له العالم بانه صنع اسطوره الانسان المصري والمقاتل والفارس القصور الذي حطم كل خطط واستراتيجيات عسكريه كان يتبعها العالم في هذا الوقت. والان مع العرض الموسيقي مع الطالب محمد لبيب لبيب الطالب ادهم اسامه. Come on.
السيد الوزير محافظ التقاعدية في عام واحد. والآن مع كلمة الدكتور المحافظ فليتوجه للسيادة. السادة الحضور الكرام، السيد علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، السيد العقيد أركان حرب تامر العوضي المستشار العسكري، السادة أعضاء مجلس النواب، السيد اللواء خالد حماد، السيد الأستاذ نبيل الجمل، السيد الأستاذ أحمد، السيد عادل رمزي مدير إدارة الشرق التعليمية، أستاذ حسام عبد اللطيف رئيس حي شرق المنصورة، أستاذ محمود لبيب رئيس مجلس الأمناء والسادة أعضاء مجلس أمناء المدرسة، السادة المحاربين القدماء السيد اللواء فخري بكر والمقاتل إبراهيم عبد الله نائب وطن، المدربين والمسؤولين عن التربية العسكرية في هذه المدرسة العريقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دواعي سروري أن أكون بينكم اليوم وللمرة الثانية خلال هذا العام الدراسي لنشهد معا احتفالاتنا بأعياد أكتوبر، أعياد النصر. شهر أكتوبر شهر عظيم، وانتصارات أكتوبر اللي كنا اليوم نحتفل بالعيد السادس والأربعين لعبور قواتنا المسلحة الباسلة التي نهديها كل التحية والتقدير في هذا اليوم عيد الشعب المصري كله، يوم أن عبرت قواتنا المسلحة ومعها الشعب المصري مرارة الهزيمة إلى النصر العظيم، لتكون مصر تسترد كرامتها في ذلك اليوم. وها نحن نرى اليوم شباب مصر، شباب هذه المدرسة العريقة، شباب مدرسة الملك الكامل الثانوية العسكرية، واستعدادهم الدراسي والعسكري ليكونوا أبناء لمستقبل مصر الباهر إن شاء الله. تحية للقائمين على هذه المدرسة، كل التحية على السادة المسؤولين عن التربية العسكرية والقائد العسكري في المدرسة، كل التحية لمن يشارك في بناء المواطن المصري وشباب مصر العريق. إن شاء الله فيكم مصر هتبقى أفضل، ومصر دايما مملوءة بالعطاء لأبنائها، ومصر دايما شابة لأبنائها. فإحنا تعداد مصر إذا كان بلد 100 مليون مواطن، فمنهم على الأقل 60 مليون مواطن شباب. فمصر وشباب مصر تتقدم إن شاء الله ونبني بلدنا كل الأمنيات الجديرة الحضارة. تحيا جمهورية مصر العربية. Let's go.